انت بتبعتي لسلمى جوابات حب؟ مش هسكوع؟ يلا ده التاريخ باريس. بيفضل يجرينا في الملعب ونعمل استريتشات وكده، وكان دايما بعد كل تمرين يجمع الامهات حواليه ويعمل ندوه ثقافيه كده. مشكلتي الرياضيه كانت ان انا كنت المفروض بتدرب هاندبول، والكابتن ما كانش بيدربنا هاندبول خالص. يعني كان كنت قاعده 5 شهور تقريبا في التمرين، ولا مره لعبنا ماتش او خلينا نعرف ازاي اصلا نتعلم هاندبول. هو كان بيفضل يجرينا في الملعب ونعمل استريتشات وكده، وكان دايما بعد كل تمرين يجمع الامهات حواليه ويعمل ندوه ثقافيه كده. استوب. بلغوا عن الراجل اللي بيجمع الامهات يعملوا ايه؟ سنه شغل وان احنا لازم نبقى في دايت بقى وكده، وكان ستريكت قوي في الحكايه دي، وكان بيزعق للامهات ويزعق لنا كل مره، وبيوزننا يعني بيوزننا كل تمرين. لا 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 تاجر بشر بيوزننا. وفي مره وانا خارجه انا واصحابي في النادي، بس اليوم ده ما كانش فيه تمرين، لقيته قاعد في كافيه وبيشرب سولو. بيشرب سجوع؟ انت سبت يا عم سيبه يشرب سجوع. كان ساعتها قاعد بيشرب سودا بوتل، وانا شفته من بعيد كده وزولته وبعته على الجروب بتاعنا في النادي. وبعدين طبعا في حد بيشرب سجق؟ ما بقيناش بنروح التمرين ده خالص، ثم مرينا في حاجات تانية. وانا لا 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 ده انتوا بلغوا عني. بيشرب ايه؟ انا عايز اعرف. سودا ووتر. انا مثلا قلت هيشرب شيشه، هيشرب مثلا حاجه في الكافيه. الفاجر بيشرب سودا ووتر. والبنت تروماتايزد والله، سامع صوت البنت عامل ازاي؟ البنت زعلان. انا رايي ان احنا رايحين نتمرن هاند بول، لان نفسنا ما بنتمرنش حاجه لا ليها علاقه ولا بالهاند ولا بالبول. نقلق استرتشات بس. حلو الاسترتشات حلو، بعدين ده كوتش وكل اللي موجودين بنات. ملوش اسيستنت حتى، كوتش صغننه مثلا، كوتش صغننه كده عندها مثلا ايه اصغر منه بحوالي 7-8 سنين، تبقى هي اللي بتتابع، وهو بس اخره يزعق فيها قدامكم ويكسر نفسها قدامكم مثلا. مثلا هم كلهم بيعملوا كده مثلا، والله كلهم بيعملوا كده مثلا. يعني طالما التمرين ملوش علاقه ولا بالهاند ولا بالبول، لا يبقى كده الراجل ده نشوف مدرب تاني. مش مدرب تاني، مش من قله الهاند بول كوتشز يعني، الكورس بتاع اللوستر في تعليم الهاند بول. المشكله اللي بعد كده بتقول اهلي لاعبوني سلاح عشان شافوه في توم انجيري. هو غالبا كان الشيش اللي هم اللي بيفضلوا الاثنين يضربوا بعض. اها كان صحيح. ما دي بقى مشاكل ايه الجين زي لما بيتجوزوا. يعني هو تلاقي ابوه وامه الاثنين مواليد 2000 و2002. ايوه. الاهالي ما تتفرجش على التلفزيون وهم بيربوا العيال. يعني في توم انجيري كانوا بيستخدموا الشيش ده في حاجه تانية. حد عارف ايه بقى؟ ايه كانوا بيقطعوا بيه اللحمه. ايوه صح صح صح. انا كام سنه؟ انا 2002. هي دي اللي عايزه تتجوز عيالها. دي اغنيه كده انت حافظها؟ دي ولا توم ولا جيري، دي صغننه. دي اللي هي الفاره ولا البطه؟ الفاره الصغيره. الفاره الصغيره اللي بتاعت هلو مسيو بوسيكات. ايوه بونجور مسيو بوسيكات. ايوه هي دي. ما دي اللي عملوا عليها بعد كده لما كانت تم تعبئه الكرش بنجاح. ايوه هي دي. صحيح. جاري تحميل الضحك. يعني مش معقول بجد فعلا. بسيط يعني مش معقول بعد كل السنين دي، بعد 20 سنة لما أخيرا قدرت ألعب كورة وأكسر التابو بتاع المجتمع وأقرر أتمرن كرة قدم، ما لقيش شورت مقاسي. كل الشورتات اللي ألاقيها ألاقيها بتبدأ من 800 جنيه. ما هو مش أسلوب يا حبيبي. لا استوب بعد إذنك، أنا عايز أسأل سؤال. والله ما أعرف حاجة. لا كم واحد، لا لا والله كم واحد في الناس اللي بتتفرج والله العظيم لما هيسمع الرسالة ده هيت هيحس إن في حاجة غلط. المشكله دي ليه بقى؟ ولا خلاص كده ولا انكسر؟ انا وهي كمان ما قالتش هي، مش معلش برضو انا راجل سبيسيفيك قوي. انا عايز اعرف هي الشروطه، هي عايزه مقاس اكبر ولا اصغر؟ عايزه اصغر. يعني عايزه ارخص. هي عايزه ارخص. لا بقى دي بقى مشاكل كده، دخلنا في مشاكل اقتصاديه. دكيكي واحد روح عند الترزي والله بجد هات لك حته قماش من الازهر، مش بتباع في الازهر. خلاص متر القماش ساعتها هيبقى في الرخيص منه خالص يعني. روحي بس قولي بعد اذنك يا عمو الترزي، هقول لك يا حبيب قلب الترزي، يقول بعد اذنك انا عايزه ايه افصل من ده شورت. هيفصل لها شورت. بس لا لا الشبكه منين؟ جيب شبكه ايه؟ ما هو بيبقى جوه الشورت في شبكه. معلش روحي بقى برضو عن ايه هاتي العتبه اشتري شبكه، وقولي معلش يا عمو الترزي، يقول لك يا حبيب قلب الترزي معلش بس انا عايز ادكك الايه الشبكه في قلب الشورت وبتاع. هياخد منك حوالي 300 جنيه من الاول عن اخره وخلاص. بس خلاص ارخص ب 800 جنيه. بس كده. مشكلتي في الرياضه ان انا كنت ما كنت في اولى ثانوي، انا حاليا في رابعه. كان علمي علوم تقريبا. وكنت في اولى ثانوي كانت المدرسه بتاعتي عاملين مسابقه.
انك تلعب في الفرق ولا لا؟ انت لا تصلح من الاول كده. ده لا يصلح. ده لا يصلح. تسهرش كتير قوي. ليش نسرعه؟ انا من كان واحد ونص بس. امال يا لو كنت بتعرف تلعب يا هلا يلا ده التاريخ ده التاريخ يا هلا تيجي من عندك اهو ده لما يكبر هيبقى مدرب هاند بول. في تاني ولا خلاص؟ لا والله لا اما اشوف اي حاجه عندي بتاعتي ملهاش لازمه ابيعها. انا عارف انت بعت ايه والله العظيم انت انا عارف انت بعتهم وامتى والله العظيم انا عارف انت بعت ايه وعيني في عينك كده هلا كم 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 اللي حبيب دوسته ما تزعلش حقك عليا كان ياخد يعني مبلغ الشكل كان كم برضه بس كان مبلغ خلاص اصلا لا خلاص لا بيطول انك تطول ده حلو في حاجات تانية مش حلو بريف يا عم اللي هو قاله ده يتقال والله العظيم في جملتين ايوه والله كان في دوره بيبسي للمدارس ولا مش عارف كانت بتعمل في انهي داهيه اللي هو كان قاعد فيها وهو ما كانش لعيب فعايز يخش يتمرن الكوره لحد ما يبداوا البطوله كمان اسبوعين فدخل في اكاديميه فكان بيحوش 50 من المصروف بتاعه خلص هو قصده ان انت بقالك كتير بتشرح اشرح بسرعه هو طلع في الاخر عنده مشكله اقتصاديه ممكن يسال فيها الدكتور صلاح ابو المجد هل هو بص تحت رجله وصرف من اجل المتعه اللحظيه ال 100 جنيه ولا كان ممكن يستنى وياخد 150 من البطوله الماديه اللي كانوا هيعملوها عنده في المدرسه اللي هو حكايه ده فكرني بقصه برضه يا كابتن حليم يا ريت تسمع يا اخت ملك اه قال لي ايه كان كنت اعرف عيل كان دفعتي كده مواليد ايه 32 33 اه الولد اهوت بس ده كان زمان يعني الولد اهوت اتولد وفي بقه مؤاخذه مع الاداء الولد رايق واهله كلهم اغنياء وميسورين الحال والدنيا زي الفل حطوه في مدرسه داخليه واخد بالك وايه بداوا يصرفوا على الواد ببزخ والولد كبر وبقى الولد بيتعب يتكلم بدل اللغه 10 واخد بالك وده خد البكالوريوس وهو عنده 17 18 سنه يلا. اه ويخلص الدكتوراه وخد الام بي اي فاهم وكل الحاجات اللي الثلاث حروف ديت خدها وهو عنده 25 سنه ولا وصل على 30 سنه الصراحه النبي فاحل ضخم يعني اه لا لا وعبقري يعني عبقري عبقري يوم الواد وهو على مؤاخذه وهو بيستحمى راح واقع دماغه اتفتحت مات يا أحمى قصة انت أسوء منه ده بقى بيدل على ايه انك ما تستناش اللنجرة انك هتلاقي حاجة في الاخر الله 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 لسه جاي ربيع النهاردة لا لا هو بس انا حاسس انها كصوت على الولد انا بهزر معاك يا حبيب لوستا انت عارف يعني انت عارف ان انا بحب ان اللوستا يحب الغتاته والغلاسه يعني معلش حقك عليا انا اسفه انا اللي عملت فيك من صغري اهلي شايفيني اني رياضي حلو ماشي خلوني العب كوره وانا في ابتدائي حلو الكابتن كان بيخليني اجمع الاقماع وحش وحش وبعدها لعبت جودو الكابتن وداني بطوله وبعدها اداني 50 جنيه قال لي مالكش ما تلعبش تاني انا حاسس ان انت اللي عملت فيك كده طب انت شايف تصرف الكابتن اللي هو بيخليه يجمع اقماع هل ده هل ده هل ده هل ده حق خش عليا بس معلش انا خايف من الحكمه انت هتديله ايه انا عايز يقرب قوي فاهم تعال تعال كمان هوب اقف بقى المهنه التي تريد ان تكون فيها اسطى لابد ان تبدا فيها كصبي يا سلام اما حكمه يا الله تقول لك عندما كنت صغيرة كان نفسي في أن ألعب كرة القدم يا بعتها بالتركي أنت بتبلشها أو حاجة بس طبعا ما وافقوشي أني بنت فخلوني ألعب باسكت وسباحة فخلوني ألعب سباحة كنت بروح النادي وما بدخلش يعني دلوقتي ممكن أغرق عادي المهم في الآخر ودوني تنس وفضلت شوية وسبته عشان صحابي اللي كانوا معايا فيه مشيوا فأنا دلوقتي كبيرة وعايز ألعب كرة قدم أو بدل أعمل إيه دلوقتي هل الوسطى بيلعب بدل؟ بص هو أنا ما بلعبش بدل لسبب واحد إن كل اللي بيلعبوه بيخشوا داخل بقى يقولك تلعب بادل بيخش بيعود بيعود لسانه كده ودايما لازم يلعب بدل يكون في بنات في الإيريا يعني أيوه واخد بالك لازم كده بص أقولك حاجة حلوة أنت تشترك في النادي تخش بالاشتراك تلعب أي حاجة أنت عايزها كل المكان اللي تلاقي فيه ناس كتير قوي بيلعبوا خشوا انا ايه انا جديد هنا ينفع العب معاكم المشكله بقى اللي جايه بتقول كنت بلعب كاراتيه وفي بنت ضايقتني مسكتها عجنتها من الضرب والمدرسه خلتني امضي على حاجه زي عدم تعرض ثواني بس ده واد ولا بنت عشان هتفرق كتير لا دي بنت لا دي بنت اه لا خلاص تمام لو حصل وتعرضت لها مش هدخلوها امتحانات الثانويه العامه ماشي فهي بطلت رياضه بعد المشكله دي المشكله بقى ان البنت الثانيه اللي اتضربت دي
دلوقتي بقت كابتن في الجيم. فهي خايفه انها تشوفها وتضربها. خدها وانا صغيره ماشي. حد ضربك على دماغك؟ لا الحمد لله. جابوني قالوا لي قالوا لي قالوا لي امضي. ومضيتي؟ مضيت. يا نهار اسود. فانا ما عنديش ما حلتيش حاجه، كنت صغيره. كنت بتعرفي تقري ساعتها؟ ايوه ايوه، ما كانش فيه ورقه، هي ورقه فاضيه. فمضيت. فبعدها بعد ما مضيت قالوا لي اكتبي انا طالبه في مدرسه كذا وانا مسلمه وانا مصريه. قلت لهم ماشي وكتبت. قالوا قلت لهم في ايه؟ رقتهم رفضوني 3 ايام. ايه رفض؟ ايه رفض ان انت مسلمه؟ اقول لك بقى. قالوا لي اصل في جوابات حب بنفس الخط ده بتتبعت في الفصل ده. التهمه اثبتت عليك؟ ايوه. واترفدت 3 ايام وما قلتش لحد، كنت بروح المدرسه وافضل قاعده تحت. واهلي لسه يعرفوا الموضوع ده. هم 3 ايام يعني مش 3 سنين يعني. طب هل انت فعلا كنت بتاعت الجواب؟ لا والله ما انا. مش انت ده كان والله ما انا، ده كان واحد اسمه عمر. والله ثواني. لا ثواني. عمر بيبعت جوابات ايه؟ حط مين بقى؟ انا عايز اعرف عشان دي كده تبقى كسر. لواحده اسمها سلمى. ايوه. هم ازاي هم شاف؟ لا ثواني. لا قولوا اسمهم عادي، دول بهدلوني 3 ايام. هو لا مؤاخذه، هم شكوا ان انت بتبعتي لسلمى جوابات حب. والله ايوه. عشان كده قالوا لك اكتبي انا مسلمه وانا مصريه. ايوه. مدرسه ما بتفكرش بجنيه. هو بس انا مؤاخذه، انا عندي سؤال، هو ايه علاقه ده بالبنت اللي كانت بتضرب صاحبتها؟ بتوريكي الكيت. انا افتكرت لما هي قالت ان هي مضت على عدم تعرض، فانا افتكرت من الامضاء. قال انت؟ قال انت بتشوف ان لعبه الكاراتيه لعبه مفيده؟ اه طبعا. في ايه؟ بتسود من سرعه رد الفعل، يعلقك لما تخش تبوس ايد ابوك، يعلمك شويه حاجات مالهاش اي علاقه خالص. عشان بيقعد يعمل كده. اه عشان لما تيجي تبوس ايد ابوك تيجي تضربه ما تجيش وشه. شفت ده ايه؟ اه والله العظيم. طيب يا جماعه احنا مبسوطين قوي النهارده، كان معانا الاسطى عبد البلز. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، فعلوا زر الجرس. هي الاخت قالت لك اهي. طب تعالى بس. انا هو الولد اللي زعل ده، خد بس تعالى انا هقول لك. تعالى بس. تعالى. بس كفايه كده. وتذكر دائما ان ضاقت بك السبل يا حبيب لوسطى، وظننت يوما ان احدا لا يحبك، فتاكد ان اللوسطى وكابتن حليم والاستاذه ملك يحبونك. واسيبك انا بقى واتكل على الله عشان ايوه وزير الري بيرن. تصبحوا على خير وانتم من اهله. خلاص.